اهلا بيكم. قراءة النهاردة عن مشاعر الشخص اللي في بالك ليك في الفراق وفي البعد. الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع فيه القراءة. من فضلك اذا كنت على اليوتيوب ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، ولو على التيك توك ما تنساش انك تعمل اكسبلور. في الطاقة الحالية انتوا بتفكروا اصلا كتير في الشخص ده، والبعض منكم يمكن بتحاولوا تكتسبوه او تعملوا معاه تخاطر من وقت للتاني. هو هنا كشخص هو محب ليك او بيشعر بمشاعر عالية جدا تجاهك، وكأنه حد بحاجة انه يتكلم ويتواصل معك، او روحه على الاقل بتقوله كده انه بحاجة للتواصل معك مرة اخرى. علاقتكو لسه ما انتهتش، في كتير من الروابط المعلقة بينك وبين الشخص ده، وبرضو في مجموعة منكم في طاقة الزواج الطاقي، ان انت والشخص ده زي متزوجين او مرتبطين ببعض قوي طاقيا. في الفراق وفي البعد هو حاسس انه قادر يتواصل معك، او انه حبل الوصل ما بينك وما بينه ما انتهاش او ما تقطعش، وانه يقدر يكلمك او يقدر يرجع ليك مرة تانية. والشخص هنا في الطاقة دي هو حاسس بالشغف الجسدي تجاهك، فايا كان هو بحاجة ان يكون في حاجة بينك وبينه، وهو عنده الرغبة الجسدية عالية قوي ناحيتك. ممكن تكونوا في علاقات اصلا جسدية ما بينك وما بينه، او ممكن تكون العلاقة جزء كبير منها قائم على الشغف الجسدي، وبسبب الرابطة دي الشخص ده حاسس انه انتوا هترجعوا لبعض تاني، او هيكون في بينكم فرصة تانية ايا كان شكل او طبيعة الفرصة التانية دي، لكن احساسه ان اللي بينك وبينه لسه ما انتهاش. ممكن تكونوا بتتعاملوا مع حد سرطان او حمل او بيحمل الطاقة المائية وكمان الهوائية والترابية وبرج الجدي والطاقة النارية. شكرا لكم، والى اللقاء بفيديو جديد.